وللحديث باستفاضة عن فشل حكومة السوداني بتحقيق وعودها بعد عام من تشكيلها، معنا من واسط الكاتب والباحث السياسي الأستاذ جبار الياسري. مساء الخير. أهلا ومرحبا. أستاذ جبار، فشل حكومة السوداني بتحقيق مجمل وعودها رغم توفر كل الظروف السياسية المناسبة وانسحاب كل منافسيها من الساحة، إلى ماذا يؤشر؟ طبعا لا يمكن أن لنكون صريحين قبل أن ندخل في الحديث والجواب على سؤالك، لا يمكن تسمية العراق دولة. نعم. ولا يمكن تسمية حكومة السودانية بالحكومة الوطنية أو الحكومة المنتخبة. المسألة أصبحت واضحة بعد 20 عام، البلد يسير نحو الهاوية، وكلما جاءت عصابة أنا على مسؤوليتي الخاصة غير مسؤولة قناة الرافدين، أنا كباحث وكمتابع أقولها بملء الفم إنه هؤلاء عصابات جاءت بهم الولايات المتحدة الأمريكية مع سبق الإصرار، يتبادلون الأدوار فيما بينهم، وكلما جاءت عصابة لعنت سادقتها. يعني نحن نتذكر جيدا تسلسل هذه وجود هذه العصابات الحاكمة في بغداد منذ تأسيس مجلس الحكومة إلى وصولا إلى محمد الشياع السوداني الذي ليس لديه القدرة على إدارة أزمة وإدارة نكبة بعد كل هذه 20 سنة التي مرت على العراق. نعم. والعراق يسير من سيء إلى أسوأ، لا يمكن لا لمحمد الشياع السوداني ولا لمن يأتي قبله في ظل هذه الظروف، وخاصة الظروف الدولية والوجود الأمريكي والتدخل الإيراني السافر في الشأن العراقي، لا يمكن لأي حكومة مهما كانت، ولا يزكي الأنفس إلا الله، حتى لو كانت حكومة وطنية لا تستطيع في ظل هذه الظروف الدولية والتدخل الأمريكي السافر و يعني وجود هذا الكم الهائل من الميليشيات واللصوص والمرتزقة، لا يمكن لأي حكومة أن تقوم بواجبها كما يجب وكما ينبغي في هذا البلد المنكوب. طيب، هنا أيضا السوداني يؤكد أمام الأمم المتحدة تهيئت كل الظروف لاستقرار البلاد، هل يشعر العراقيون اليوم بالفعل بالاستقرار الذي يتحدث عنه رئيس الحكومة؟ يعني حدود مستباحة وإدخال مخدرات، اقتصاد منهار، أمن مفقود، فقر وصل إلى 30%، فأين الاستقرار في هذا البلد؟ لا يوجد ولن يوجد ولن يتم، يعني لا يمكن أن يكون استقرار في هذا البلد كما أشرت في البداية. نعم. في ظل هذه الظروف الداعمة لأن يكون العراق في هذه الحالة وفي هذه الوضعية، وإلا يعني كيف الأمريكان يسمحون، الأمريكان الذي وعدوا العراق بأن يكون ألمانيا ثانية ويابان ثانية بعد الحرب العالمية الثانية، كما حصل في مشروع مارشال الذي حصل بعد الحرب العالمية الثانية وانتشل ألمانيا واليابان بالرغم من خسارتهم الحرب، وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية لتبشر ليس فقط العراقيين وإنما الشرق الأوسط برمته بأن العراق سيكون المثال الذي يصطدى به في دول الشرق الأوسط وستعم الديمقراطية والرفاهية وحقوق الإنسان، وإذا بالعراق اليوم بلد خاوي، بلد لا يوجد فيه قانون ولا يوجد فيه عدالة، وتتفشى فيه كل الأوبئة وكل الأمراض الاجتماعية التي كان العراق من الدول يعني الفريدة في العالم الذي يخلو من المخدرات ويخلو من الجواسيس والعملاء، بغض النظر عن كل الأنظمة التي حكمت في العراق منذ تأسيس الدولة العراقية عام 1921 وحتى عام 2003، لن يمر العراق بهكذا نكبة وبهكذا كارثة كما حصل في ظل عملاء وجواسيس الولايات المتحدة الأمريكية والعدو الإيراني البغير. نعم. طيب، لكن هل يمكن استمرار حكومة السوداني وتنفيذها للبرنامج كل الذي أعلنه السوداني في ظل بقاء سلاح الميليشيات؟ لماذا يتمسك السوداني وكل من سبقه بالميليشيات بل يعزز مكانتها أكثر يوم بعد آخر؟ لا يستطيع لا السوداني ولا أي حتى
رئيس الحكومة العميقة الذي المدعو نور المالكي الذي يمثل الدولة العميقة في العراق لا يستطيع أن يغير أي شيء، لأنه من يتحكم في العراق أذرع إيران، سواء كان في العراق أو في سوريا أو في لبنان أو في اليمن، الأذرع الإيرانية هي التي تتحكم ليس فقط بخيرات وثروات الدولة الدول هذه التي هيمنت عليها، وإنما تتحكم بمصير أمة ومصير شعوب ليس لها حول ولا قوة وغير قادرة، بالرغم من فرية الانتخاب التبشير بالديمقراطية وحقوق الإنسان، ولكن الشعب العراقي نفسه يأس من هذه الحكومة ولا يعترف بأي انتخابات ولا بأي حكومة. وللأسف الشديد يعني كلما ظهرت بوادر بأن يلتحم هذا الشعب مع ثوار تشرين الذين قدموا قوافل من الشهداء وآخرهم الشهيد قبل يومين الشهيد محمد السبعاوي الذي تم اغتياله في ربح النهار في بغداد، لأنه وعد العراقيين بأن يخرجوا يوم 25 أكتوبر طيب. للمطالبة بحقوقهم وإنهاء هذه المهزلة التي طيب. تدورها في العراق. أستاذ جبار، بعد عام على تشكيل حكومة السوداني، غياب الرقابة على الشركات التي تمولها الأحزاب والميليشيات، إلى أين سيقود العراق وسط استمرار عمليات تهريب العملة والمشاريع المتلكئة؟ طبعا الميليشيات لو لم تكن مسنودة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وإيران لما تمادت بغيها ولما تمادت بغطرستها واستهتارها وهيمنتها على كل مفاصل الدولة العراقية. ولهذا السوداني يعني الرجل يعني احنا خلينا نكون واقعيين، الرجل ربما يعني اذا كانوا قد هددوا مصطفى الكاظمي بان يقطعوا اذنيه، هؤلاء ممكن ان يقطعوا شيء اخر في من 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 اعضاء جسد محمد الشياع السوداني. ولهذا هو خائف ومرعوب ولا يستطيع، لانه الاوامر ليس بيده، الاوامر تاتي الى الميليشيات، ونحن نعلم جيدا كلما اشتدت الازمه في العراق ياتي اسماعيل خاقاني رئيس الحرس الثوري الايراني ويفرض شروطه ويملي املاءاته على هذه الحكومه ويعود، وكانما الحاكم بامره في العراق ليس نعم رئيس الجمهورية ولا رئيس الوزراء، وإنما إيران هي التي تتحكم بمفاصل الدولة العراقية بضوء أخضر ودعم وإسناد وكأنه الحكومة الأمريكية في العراق هي وكالة لإيران. نشكركم الشكر الجزيل من وسط الكاتب والباحث السياسي العراقي أستاذ جبار الياسري، شكرا جزيلا على هذه المداخلة.